جواد جواد ويلعبها حلوه المهدي، يمسك الكره زياده شويه مهدي، لكن يلعبها لجواد تاني ويلف الكره حلوه وجوه الجول. يا على حلاوه الجول ده يا حميد يا رضا يا سيلي، يا على حلاوه الجول ده يا حميد يا رضا يا سيلي، لكن مهدي هو اللي عامل اداها لجواد، وجواد عمل اوفر ما حصلش بالمقاس. والهجمه المرتده لعلي داي، نفس السيناريو بتاعت المباراه متكرر مع بدايه الشوط الثاني مش اوف سايد. جوه الجون بقى، جوه الجون، وعلي رضا وعلي رضا وعلي رضا، والتاني 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 والتاني، مهدي مهدي يجيب الجون الثاني، ما قلناش اسمه الا مره واحده. والغلطه ايه؟ والغلطه ايه؟ كله بيهاجم طبعا، والهجمه المرتده من مهدي يجيب الجون الثاني فين؟ في الدقيقه 38. نقطه ضعيفه من غير ما يبص، والضربه الركنيه وجوه وجوه الجون وجوه الجون 2-1.